احنا معانا السفير عمر منيب القنصل المصري لدى المغرب. اهلا بيك يا فندم. الو. اهلا يا فندم، مساء الخير. اهلا بحضرتك. ايوه، تطمنا على البعثه. افتكر ان انتوا دخلتوا خلاص، يعني حضر التجوال بدا، افتكر من يعني من ساعه، لا ساعه، ساعه الا ربع يعني. طمنا على البعثه يا فندم، ايه شكل الاستقبال؟ هم دلوقتي اتفضل. البعثة وصلت الحمد لله، وهم في الفندق دلوقتي وكل الأمور بخير. يعني هم وصلوا من المطار وتحركوا على الفندق، ودلوقتي هم كلهم وصلوا الفندق من فترة. يعني أنا سايبهم في الفندق يمكن من حوالي ساعة. ده طبعا كان كريم أحمد مراسلنا كان بيأكد على الكلام ده. وأنا الحقيقة عايزة أشكركم نيابة عن النادي الأهلي والبعثة على المجهود اللي قمتوا بيه كسفارة وكقنصلية، وسيد عمر شعيب كمان، يعني المجهود الرائع اللي حضراتكم بتقوموا بيه مش بس النهاردة وقت سفر البعثة، لا من قبل كمان ووقت التحضيرات كمان لهذه الرحلة. يا فندم ده واجب علينا، يعني النادي الاهلي بيلعب باسم مصر، وان شاء الله يعني يرجع منصور ونفرح كلنا، يبقى يعني نتمنى نرى نهائي مصري خالص يعني. ان شاء الله يا فندم، باذن الله. ومش النادي الاهلي بس، انت اكيد كمان المجهودات ديت على اي فرقه مصريه او اي فريق مصري، اذا كان لعبه جماعيه او فرديه كمان بتقوموا بمجهودات كبيره جدا. نعرف من حضرتك برضو ترتيبات الايام اللي جايه ايه، يعني ترتيبات بالنسبه للانتقالات من الاوتيل لملعب التدريب، بالنسبه ليوم المباراه كمان الترتيبات ودور السفاره في تجهيز كل وسائل الراحه للبعثه ان شاء الله لغايه ما ترجع بالسلامه بالمكسب ان شاء الله باذن الله. هي الترتيبات يعني بتبقى ما بين بيرتبها نادي الوداد، ولكن هو النادي الوداد موفر التنقلات، وده بيبقى معامله بالمثل. يعني النادي الاهلي برضه بيوفر لنادي الوداد نفس المعامله لما بيبقى موجود في مصر. والنادي الاهلي يعني المفروض هيعمل جدول مواعيد التمرينات بتاعته، وان شاء الله الامور كلها تمشي على خير يعني. واحنا موجودين معاهم في الدار البيضاء، حضرتك عارف السفاره في الرباط. صحيح. لكن انا وزي ما حضرتك ذكرت زميلي عمر شعيب موجودين هنا في الدار البيضاء عشان نكون متواجدين مع النادي الاهلي ومع نادي الزمالك المتواجد برضه في الدار البيضاء في نفس التوقيت. وعندنا نادي بيراميدز كمان هيوصل كمان يومين. ده حقيقي، بنشكركم مره ثانيه وعايز حضرتك برضو تنقل تحياتنا للسفير اشرف ابراهيم. صحيح. ضروري جدا، سفير مصر في المغرب. شكرا جزيلا ليكم، شكرا على المجهود اللي بتقوموا بيه كمان للفرق الاخرى اللي في كازابلانكا. شكرا جزيلا ليك سياده القنصل عمر منيب قنصل مصر في المغرب، شكرا جزيلا.